السلام عليكم، راح ندير معكم مملحات يقطعوا كميه كبيره يولموا في رمضان مع الشوربه. هنا درت الحليب، درت ملعقه كبيره خميره، ملعقه كبيره سكر، نخليهم حتى يتفاعلوا مع بعض. زدت عليهم 5 ملاعق زيت، ملعقه كبيره مايزينا والملح، ونجمعوا بالفرينة. هنا نخليها تخمر ونروح نقدم نحضر الحشوة. عفوا، الحشو اختياري، كل واحد يدير واش يحب واش ياكلو صحاب دارو. انا درت بصل، الفلفل، جزر مبشور، وزدت قطع الدجاج، وضفت توابل الدجاج. وحده قالت لي فيديوهاتك سريعين، انا نبغي نحط الوصفه، هذا هو اللي يهمك، تهمك الوصفه. هنا نقطعها 8 قطع، نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، ونحلهم بشكل طولي، ولازم ديروهم بزاف رقاق، خاش راح نديروهم على شكل حربوش باش ما يجيكمش معجنين. هذا اختياري، انا درت مايزينا مع مايونيز مع هريسه اللي يبغي الحار. هنا درت الحشو ودرت عليه الجبن مبشور، وراح نشكلها على شكل رولي. حاولوا تغلقوا الجوانب مليح، استفتهم في سنيوة وخليتهم يخمروا شويه، من بعد قطعتهم. ودهنتهم بصفار بيضة مع شوية زيت. القطوط نتاوعي لازم يشاركوا في الفيديو. هنا درت السمسم مع السانوج، هو وجد معنا. ان شاء الله تكون عجبتكم وصلت اليوم، وجربوها وسجلوها رمضان ان شاء الله. نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام.